السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيد. اليوم الحصة تاعنا وشاهدنا وين الدوري الإنجليزي يقف دقيقة صمت، يعني دقيقة صمت لأرواح وضحايا وين الدوري الإنجليزي يقف دقيقة صمت حداد على ضحايا الزلزال المغربي وإعصار ليبيا. شاهدنا واللي درابو تاعهم كيفاش طلعوا، يعني وين الدوري الإنجليزي يقف دقيقة صمت حداد على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا. شفتوا كيفاش وين ربي يرحمهم. شاهدنا كيفاش وين الاحترام، يعني كل الدول للمغرب وكيسموها ليبيا، يعني وين كذلك وين إعصار كان مدمر في ليبيا، يعني أرواح كثيرة اللي راحت يعني بسبب الإعصار، وخاصة كذلك وين الزلزال اللي كان صدمة كبيرة عادية. ربي يرحم اللي ماتوا وربي يكون مع العائلات الضحايا. ما غاديش تستشفى كاين لي بزاف. شاهدنا انا نشكر ذاك العلامة الجزائرية اللي قال لهم كيف يعني تستشفاو يعني في ولاد في مسلمين، راهم مسلمين هادو. تجي تقول لي بلي طبعوا ما طبعوش، بصح هادو راه مسلمين، هذا الشعب هذا استشفى في شعب، راهم خوتك هادو تستشفى فيهم. مالكم على يقول لك فرنسا فرنسا فرنسا، انا كانت فرنسا تدي الغاز باطل واو لا هادي خلونا غادي زي هاد جوال حبسوا لهم كاع النواعي تاعهم. اما تشوف كيفاش تستشفى انت في خوك. كذلك وين ويست هام يعلن جمع تبرعات خلال مباراة امام نقولوا بلي وين لعبوا امام مانشستر سيتي لمساعدة ضحايا زلزال الحوز. راك تشوف النادي تاع يعني هذه من اجل كيسموه تاعنا اكراد، يعني وين قدم يعني اللي قدم في مستويات كبيرة. وين اكد نادي ويست هام يونايتد الانجليزي انه سيجمع تبرعات خلال مباراة مانشستر سيتي يعني التي انتهت لصالح مانشستر لفائدة ضحايا زلزال حوز يعني بالمغرب. وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي أنه سيجتمع مع مؤسسة يعني لدعم بنوك الطعام يعني الطعام في نهاية هذا الأسبوع لمساعدة في جهود إغاثة ودعم المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وذلك بتأييد من المدافع هامرز الدولي المغربي نايف أكراد. شوف ناس جابوا شي يجيب البلاد، شوف راش قال لك يا صاحبي انا نعطيهم كريمات تاعي نبان بلي عطيتهم كريمات تاعي. لا زاد حاجه زاد، شوف كي يكون عندك هذه السفراء عرفت سفير كيفاش، هذو سفراء هذو لاعبين سفراء بمعنى الكلمه، ماشي يخزنوا. اش عندنا الناس كانوا يخزنوا. واوضح النادي الانجليزي ان جميع التبرعات التي سيجمعها في مباراه مانشستر سيتي ستساعد في تلبيه احتياجات المتضررين بالاضافه الى التخطيط لدعم طويل المدى الذي سيتم تقديمه في الاسابيع والاشهر المقبله. وفي هذا الصدد قال اللاعب ويست هام نايف أكراد في تصريح لموقع رسمي لفريقه انا مدين حقا للنادي والدعم يعني وين هذه تاع المطاعم هذه الدعم بنوك الطعم على هذه الالتفافه الطيبه. راك تشوف يلعب يمد يولي يمد 100% مع ليكيب تاعه مع النادي تاعه. هذه هي اخويا. الناس هي شوبير لونتي بصح لونترين هذا غادي يروح لونتي تاع ليكيب ناسيونال غادي يروح يا ولدي مكيفة شكون اللي قالك وين بيروح يتشكلو توما وين بيروح
خدام هنا شو يسيب انت يا تسيب انت يا تسيب انت يا يتشكلوا والله نستخدم اخويا وبطولة تشوف بدي تهدر معاه هيا سيقول لك لا يقول لك حضر انا ملاح يعني زياش أودي زياش حاجة كبيرة أخويا زياش تنطبق عليه ديك الكلمة يقولك لا يوجد أخطر من رجل عاد من الموت زياش كيما هكا عاد من الموت زياش غادي السنة غادي يدير السنية زياش غادي يدير قراعه باش يبين بلي نحقر أنا نقولها لك زياش باش يبين بلي نحقر ماهو ساهل والله انا سمحوا لي والله راني نتفرج راني نتفرج راني نتفرج ملخص تاع زياش ايش لوسيون نتفرج نو هي كبيره حياة كبيرة أخويا كانت بيدي سهلة ولا زياش ولا اخويا مش حاجة كبيرة زياش زياش ولا غادي يشده عرفتوا كل الدول يعني وقفت دقيقة صمت على ضحايا عرفتوا والله ما سهل اخويا بس الناس ما شاء الله يعني ما شاء الكل تضامن مع المغرب والله قاعد الناس تضامنت على بالك الناس ضامنت اخويا شو بي لانتر تفرجت يا ودي لانتر حاجة كبيرة لانتر السنة غادي قبل تدي غادي توصل فينيكس فينال تشامبيونز ليغ لانتر لانتر حاجة كبيرة هذه يا خويا حنايا كما يقول لك انا واحد من الناس متضامن مع الشعب المغربي والشعب الليبي فانيك يعني في المحنه تاعهم هذه راهي كما يقول لك كوارث طبيعيه ما نقولوش ربي يخلص فيهم لا كوارث طبيعيه هذه قصه في امريكا منا نقولوا بصح لا ما نقولهاش على خويا جامي نقولها على خويا جامي هذه يا خويا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.